السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة، قراءة فنجان تفصيلية لمواليد برج الحوت لعام 2022. لا أقدر أنساكو ولا بنساكو، بس والله أنا عندي ضغط شغل كبير جدا وما نسيتكمش، يعني بس أخرت توقعاتكم لحد قبل السنة الجديدة بيومين، يعني حتى ما تأخرتش عن بداية السنة الجديدة ونزلتها فعلا مع الجدي والاسد زي ما وعدتكم، بس انتم حاسين ان انا مقصر، يعني مقصر معاكم انتم تحديدا. ولكن هي الفكره ان انا بيجي شغل كتير، سواء شغل عام او شغل خاص، فيعني مش عارف، انا بتاخر فعلا في التوقعات، فارجوكم تسامحوني. برج الحوت من الابراج الجميله ومن الابراج اللي انا بحبها. مش هنطول في المقدمه كتير، نبدأ بقراءة فنجان برج الحوت لعام 2022، وتوقعوا بإذن الله إن بكرة أو بعده هتنزل قراءات التاروت لبرج الحوت. برضو برج الحوت، يا ما شاء الله، الله أكبر، يا ما شاء الله، الله أكبر، يا ما شاء الله، الله أكبر، يا ما شاء الله، الله أكبر عليك يا مولود برج الحوت. يعني أنا هقول لكم إيه اللي فاجئني كده. أولا، مع بداية العام في مبلغ هتحصلوا عليه، تمام، اللي هو التنوة اللي ظهر هنا دي، بصوا كده التنوة اللي ظهر هنا دي كده يا مولود برج الحوت، ده مبلغ هتحصل عليه مع بداية عام 2022، مبلغ مالي جيد هتحصل عليه يا مولود برج الحوت. ده أولنا، ده أول القصيدة، أول العام هيصطحب بمبلغ هتحصل عليه. وبرضه برج الجدي عنده كده، وبرضه برج الأسد عنده كده. الأبراج كلها اللي قريتها هتطلع النهارده الفنجان بإذن الله من الأبراج المحظوظة ماليًا في عام 2022. وأنا من الآخر ما جبتش غير القادة، الحوت قائد الأبراج المائية، أقوى برج مائي، الجدي من غير ما حد يزعل أقوى برج ترابي، الأسد برضو من غير ما حد يزعل أقوى برج ناري إن لم يكن أقوى الأبراج. فأنتوا القادة بتاعت الأبراج، أنتوا أكتر حظوظ وأكتر ناس تعبتوا، وأولها المبلغ ده. بس مش ده اللي خلاني قلت يا ما شاء الله الله أكبر، هو الحقيقة ده، شايفين؟ بصوا بصوا، مش عايز يسقط، تمام. هي التنوة دي، التنوة اللي بتتحرك دي، اللي بتمسح الرسومات وبتمسح الأحداث، تمام. والتنوة دي يا مولود برج الحوت بإذن الله، الله يا رب يكرمك، أتمنى إن الله يكرمك. التنوة اللي انتوا شايفينها قدامكم الكبيرة دي يا مولود برج الحوت، يعني فلوس كتير، مبلغ مالي كبير، مبلغ مالي ضخم، مبلغ مالي هيغير حياتك، مبلغ مالي هينسيك وهيشيل ما عليك وهيسعد اللي حواليك. وافتكر الكلام دهوت، وافتكر الكلام ده يا مولود برج الحوت. برج الحوت بص كده معايا في الحالة النفسية، برضو حالة نفسية سعيدة، برضو انت مبسوط، برضو اللي جاي حلو، عايزة تبقى عارف. لان انا برضو من جزء من قراءاتي ان انا بفسر او بشرح ازاي بيتقرأ الفنجان، فعايز تركز معايا كده في اللي هقوله دلوقتي، يعني عشان يبقى عندك دراية أو علم بطريقة قراية الفنجان. يمكن لما تقعد في البلكونة أو في الكافتيريا وبتشرب قهوة تبص بص على فنجانك تبقى فاهم على الأقل حاجات بسيطة. شايف كده الحالة النفسية؟ الحتة اللي من تحت اللي في الفنجان دي أنا رابطها بالحالة النفسية والصحية. فاللي ظاهر عندك يا مولود برج الحوت إن الحالة النفسية هتكون سعيدة في عام 2022. طب إزاي بعرف إن هي سعيدة؟ كل ما كان الفنجان من تحت أبيض،
كل ما كان الحالة النفسية أحلى، كل ما كان الفنجان من تحت ما فيهوش سواد كل ما كان أحلى، وكل ما كان فيه سواد كل ما كان فيه اكتئاب. وربنا ما يجيب سواد ولا يجيب اكتئاب ولا يجيب نكد، ويسعدك بإذن الله. طب نبص كده برضو، ده رمز النهاردة أو شرح اليوم للرمز دوت لكل الأبراج شرحته. وهو احنا بنبدأ نقرأ الفنجان منين؟ احنا بنبدأ نقرأ الفنجان منين؟ والله وده يختلف من شخص لآخر، بس عشان أنا بشرب القهوة بإيدي اليمين ببدأ أقرأ من أول الإيد من هنا. شايف الإيد فين؟ أخلي الإيد دي على اليمين ونبدأ نلف الساعة. تمام؟ مالكش انت دعوه، انت لو بتقرا فنجانك انت تقراه من الشمال، ده كان قريت لك فنجانك وشربته من اليمين. تمام؟ فانت يا صديقي يا مولود برج الحوت فنجانك بيبدا من اليمين. فمعنى كده ايه؟ لو بصينا هنلاقي ان المبلغ ده قبل منتصف الفنجان، يعني منتصف الفنجان عند صباع السبابه. المبلغ ده قبل منتصف الفنجان، يعني في الست شهور الأولى من عام 2022 هيكون عندك حصول على مبلغ جيد هيغير حياتك. تمام؟ نبدأ فك الرموز. برضو الجدي والأسد كده، يعني أنا مبحبش أكرر كلام، بس هو قدر كده، شاء القدر ان كنت تكون من الابراج اللي ربنا هيعوضها ماليا. شاء القدر يعني شاء الله، لان الله هو ملك القدر وصانع القلم او خالق القلم وخالق الصحيفه الخاصه باقدارنا. نبدا فك الرموز. يؤسفني بقى برج الحوت ان اقول لك شيء او رمز سيء ظهر قدامي. ركز معايا كده، هبدأ أقرب الفنجان شوية وركز في الرسمة اللي هتظهر دلوقتي. ركز معايا كده، شايف الوجه اللي ظاهر في الفنجان من تحت ده؟ مش من تحت، اللي هو اللي متصل بالتنوة الكبيرة اللي احنا ربطناها بالمبلغ المالي. تمام؟ ده وجه مخيف نوعا ما، بس انا من توقعاتي او من خبرتي في قرايه الفنجان اقدر اقول لك ان الوجه ده هو وجه جني. تمام؟ الوجه اللي عندك ده مولود برج الحوت ده وجه جني، فده بيعبر عن مس بيحدث ليك في عام 2022 او سحر، وغالبا هو سحر. طب ليه قلت ان هو سحر؟ لان المس ده او الجني اللي ظاهر هنا ده، لو انت شايف او واخد بالك رأسه اهي، وجهه اهو تمام لتحت ده، وخارج منه دراع اللي هو الدراع اللي ظاهر هنا ده كله ده. تمام؟ الدراع ده عامل زي القوس. تمام؟ الدراع ده راسم شكل قوس. فبرضو انا بعتذر للي هقوله دلوقتي لاي حد بيسمعني من مواليد برج القوس، انت هيتسلط عليك سحر من حد من مواليد برج القوس في عام 2022، وهيكون الهدف من السحر ده حد عايز يقترب منك من اجل الزواج او من اجل الحب عشان الاموال. ففي سحر هيحدث ليك يا مولود برج الحوت في عام 2022 موجه ليك، وغالبا مش شرط عند كل الحالات، بس غالبا هيكون السحر ده من حد من مواليد برج القوس. جميل. غير كده ظاهر في الأحداث بتاعة بداية العام عندك حرف اتش جاي معاه أو راسم صورة حمامتين متصلين ببعض، فده بيدل على تصالح
مع احد الاشخاص اللي في حياتك اول حرف من اسمه هي او اتش. تمام، حد اول حرف من اسمه هي او اتش بالانجلش يعني. تمام، هيكون في تصالح مع الشخص ده مع بداية عام 2022، هيحدث التصالح والشخص ده غالي عندك، يمكن يكون حد من دمك، حد من اخواتك، حد من اهلك، يمكن يكون صديق مقرب ليك، بس في حد هيصلحكم على بعض. كمان شايف ان في ثعبان ظاهر عندك في الفنجان، الثعبان ده بجسد انسان وبديل ثعبان، يعني شخص خطواته بطيئة ولكن عقله ذكي جدا 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 جدا. الشخص ده بيستمر في السعي في عام 2022 على ان هو يوقع بينك وبين الشخص ده، وهينجح في خلال شهر 3 أو 4 في صناعة خلاف آخر بينك وبين الشخص ده. النصف الثاني من العام، النصف الثاني من العام الحالة النفسية اللي ظاهرة فيه فيها سنة سوداء زي ما انتم شايفين وسنة بيضاء، يعني بتدل على ان احداث النصف الثاني من العام فيها اللي هيحزنك وفيها اللي هيفرحك، واللي هيحزنك مش قليل واللي هيفرحك مش قليل، بس اللي هيحزنك حدث واللي هيفرحك شخص، اللي هيحزنك وضع واللي هيفرحك اشخاص. مثلا شايف قدامي انك انت هيكون هناك صراعات بينك وبين اسرتك او عائلتك، للي ابائهم عايشين هيكون في صراعات مع الاب، نقدر نقول في حالة من الالم النفسي بتتعرض ليها في هذا العام، وفي بعض الصراعات والخلافات الكثيرة اللي هتدور ما بينك وما بين الأشخاص اللي حولك. هتجد الدعم الحقيقي المخلص الوفي من أشخاص معينين حواليك، ولكن أنت اللي أخطأت في الخلافات ديت، بس يمكن الدعم اللي هتحصل عليه من هؤلاء الأشخاص هيشعرك إن في ناس بتتقبلك برغم أخطائك، أولهم أمك أو والدتك يا مولود برج الحوت. أتمنى تكون القراءة عجبتك، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لحجز قراءة خاصة، رقم الواتس مكتوب أعلى الفيديو ومكتوب في أول تعليق مثبت ومكتوب في صندوق الوصف. شكرا لكم، السلام عليكم.